اللي موجود من تاني اللي تكونش. طيب انا اتحسنت اقول سؤال، كم واحد فيكم بيتفرج على التلفزيون كل يوم؟ مش كتير. انا لو سالت السؤال ده وسالت السؤال ده وانا في السنه كنت تقريبا كل الناس بترفع ايديها في مره بتتفرج على التلفزيون كل يوم. زمان كان عندنا تلفزيون في البدايات كان في ثلاث قنوات، وكان تقريبا في مصر كلها ما فيش غير ثلاث قنوات هما اللي بيتباعوا. كانوا اثنين بس. صح، في البداية كانت قناة الأولى والقناة الثانية، وبعد كده بدأت بقى في قنوات ثانية، وقلنا إحنا كلنا بنتفرج على القناة الأولى أو القناة الثانية في البيت. أنا حتى زي ما قلت ما بقتش أتفرج على التلفزيون. أنا فاكر مرة اتفرجت فيها على التلفزيون كان على لايف كده، كلنا تقريبا كنا بنتفرج عليه. كان ماتش مصر والكونغو اللي إحنا كسبنا فيه 2-1، وطلعنا في كأس العالم للكورة بتاع 2010. طب تفتكروا احنا دلوقتي بقينا بنعمل ايه عشان نفضل الحاجات اللي احنا عايزينها؟ لو سالتكم السؤال ده اكيد كلكم هتقولوا وي جو يو، صح؟ طيب تفتكروا اليوتيوب عليه ثلاث قنوات تمام؟ حوالي 50 مليون قناه، وفي 1 بليون اورز اوف فيديوز بتتشاف على اليوتيوب ديلي، وتقريبا تلت الناس اللي بتدخل على الانترنت كل يوم بتدخل على اليوتيوب. طب تفتكروا احنا ليه بقينا بنتفرج على اليوتيوب على الحاجه اللي احنا عايزينها؟ عشان حاجه مهمه قوي، ان احنا عايزين نتفرج على الحاجه وقت ما احنا عايزين نتفرج عليها، مش وقت ما هي بتتاح. وده تغيير كبير حصل لنا عشان التكنولوجيا. وي نيد فليكسبل اورز، احنا محتاجين نقول اور تايم أن we have flexible hours نعمل فيها اللي احنا عايزينه. هسألك سؤال تاني، مين فيكم وهو صغير لما كان بيحب يعرف معلومات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسأل أبهاتنا أهلنا في البيت مدرسينا، ولكن دلوقتي لو عايزين نعرف معلومات بنعمل ايه؟ وي جوجل، صح؟ وي تكست وي سيرش وي جوجل. بس دلوقتي حتى في النيو فيوتشر دلوقتي احنا كمان ما غيرناش تكست، ولكن احنا بس هنقول للديفايسز والديفايسز اللي فوق دول ده بيستخدموا فلوس. دول شركات عاملين ديفايسز لطيفه جدا وخطاط جدا بتسالها وترد عليك بيست اون جروينج تكنولوجي كول ارتفيشال انتليجنس اند فويس ريكوجنيشن. في سنين كتير فاتت كمان كنا بنعمل حاجه كمان، كان عندنا حاجه اللي في النص دول في النص. كم واحد يعرف الرجل في النص؟ مش كتير. طب كم واحد يعرف الرجل في الاربعه الثلاثه؟ كلنا ثلاثه. انا وانا في سنكم كده واحد في المدرسه في اول نص بدخل الجامعه ما كناش نعرف غير الرجل في النص. وده كان من زمان السوشيال ميديا. كان سو كولد امازون. امازون ده كنا بندخل عليه الايميل وسيرش ونقعد نتكلم مع ناس ونتكلم مع ناس بره مصر ونتكلم مع ناس اصحابنا using this only platform. دلوقتي ما شاء الله بقى عندكم بلاتفورم سبيد جدا. طب فكرتوا كده كل اللي بيحصل ده كل اللي تشينجز في التكنولوجي حصلت بسبب ايه؟ بسبب حاجه مهمه جدا، الموبايل والوايرلس تكنولوجي. والموبايل والوايرلس تكنولوجي ابتدت من زمان شويه. هل تفتكروا ان الوايرلس ويفز مثلا او الموجات الريدي في حد اخترعها؟ هي اصلا كانت موجوده في الحياه، احنا بس ما كناش شايفينها او ما كناش عارفين نستخدمها. اول واحد اكتشف الوايرلس ويفز كان اسمه هيرتز. هيرتز ده اول ما اكتشف كان 1887، هو اللي اثبت في المعمل ان احنا ممكن نتفكت ان وي كان برودوس ذا وايرلس ويفز. وهيرتز في 1887 لما اكتشف الكلام ده قال جمله لطيفه جدا، قال I don't think that the wireless waves I have discovered will have any practical application. الله يرحمه هو ما يعرفش دلوقتي how many practical applications we have. تاني بيقول think خلى في افيلبل للوايرلس والموبايل تكنولوجي كان اختراع ترانزستور. وده كان عن طريق ثلاث عوامات في فيل لابس في امريكا كانوا بيشتغلوا على ريسيرش وديفلوبمنت لتطوير تكنولوجيا الرادار في الحرب العالميه الثانيه. واكتشفوا بالصدفه الترانزستور.
اللي بقى دلوقتي the whole semiconductor part of the whole electronics part. تالت حاجة وحاجة مهمة قوي ممكن يبقى معروف ليكوا كتير اسمه بروتشان. ده بقى بيسموه فعلا the father of the information age. هو ده بقى الروح الـ information era اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بروتشان وهو عنده حوالي 30 سنة عمل ريسيرش بيبر كده اسمها mathematical field of formulation. عمل الكلام ده سنة 1949. لما عمل الريسيرش بيبر دي ما حدش بص عليه. هو عنده حوالي 30 سنة. قعدنا نستنى ان وي لوس تايم 42 سنة مستنيين ابلكيشن واحدة للحاجات اللي عملها بروتشان. أكيد لو سي إن احنا لو كنا فعلا بصينا على الشغل اللي عمله بروتشان في 49 كان زماننا متطورين اولموست 70 او 50 سنه على الحكي دلوقتي. وده الفيرست ابلكيشن حصلت على الديجيتال كوميونيكيشن. الديجيتال كوميونيكيشن سيستم تم كان 42 سنه بعد اللي عمله بروتشان. طيب التكنولوجي دي والوايرلس تكنولوجي بقت كانت هنا حاجات لطيفه جدا. خلت عندنا ستوب. خلت عندنا حاجه لطيفه جدا ان احنا وي بي ايبل تو كونكت. ان احنا نقدر نتكلم ونشوف بعض اكننا فيس تو فيس. ده ممكن يكون الفيرتشوال رياليتي والكوميونيكيشن سيستم ده في الحاجه الواحده. حكى كلامي ان هي خلت الوايرلس وورلد كله بقى كونكتد هيوج بري لمخ كبير قوي. ممكن يكون ده الانترنت او الكلاود تكنولوجي احنا شكلنا ثالث حاجه ان الديفايسز اللي احنا بنستخدمها عشان نكونكت ونستخدم الحاجات دي بقت ديفايسز صغيره جدا لدرجه ان الانسان ممكن يتوقع كبير بالشكل بتاعه. الكلام ده كله وانا بقوله دلوقتي كان مفهوم قوي لكن فعليا هو اقل من 90 سنه عن طريق الكولاجوس في البريس. كان عمل مؤتمر صحفي وكان اتكلم فيه كان بيتكلم فيه عن التكنولوجيا الويرلس. الكلام ده كان من 90 سنه. بعد 72 سنه من الكلام اللي قاله الدكتور رادس ابتدينا نشوف سمارت فونز وويرلس ويرلس. الراجل ده كان بيبص فروم ديفرنت برسبكتيف للتكنولوجي. ما حدش عارف هو كان بيقول الكلام ده وهو بيبص فيوتشرستك كان بيبريدكت ولا هو فعلا كان مدينته وات ايفر التكنولوجي كان موجود عندنا وبدا بس يرجع في الماضي الكلام ده. حدش عارف. أقول لكم حاجة تانية على التكنولوجيا كبيرة أوي اتغيرت برضه في حاجة، تكنولوجيا العربيات. العربيات اتغيرت كتير من طريق انتقالاتها وست مواصفات، التكنولوجيا دي كان الكور بارت بتاعها هو الموتور بتاع العربية. الموتور بتاع العربية عشان كان كل مهمته إنه بياخد بنزين وهواء ويحول الكلام ده لطاقة. فكرة مش حاجة مشابهة شوية للتشغيل في السيستم بتاع الإنسان. بس في اختلاف بسيط ما بينهم ان كل ما العربيه احنا عايزين نحركها لازم نديها بنزين عشان تتحرك. وعشان نديها بنزين عشان تتحرك بقى لما الناس تبتدي تعمل ريسيرش اكتر واكتر ان الكلام ده نقطه كده مش هيقدر كده لفتره طويله. فابتدوا يفكروا ان احنا نعمل هايبر كارز. قال نعم دلوقتي نفسي في حاجه اسمها الالكتريك كارز. الالكتريك كارز دي اللي خلاها تحصل وتتم افيري سمول ثينج كور تكنولوجي اتحصلت عشان يتم يبقى في حاجه اسمها الكتريكال كورس اللي هي ايه؟ الانرجي ستورج اللي انت تقدر تخزن الطاقه وتقدر تخزن الطاقه ده عن طريق بطاريه. دي باي ذا واي عربيه بس هي بيحطوا البطاريات اللي تقدر تمشيها مسافات طويله. طب تفتكر مش كان في وسيله مواصلات اوريدي بتستخدم التكنولوجي دي من فتره طويله؟ ألا وهي إيه؟ كانت وسيلة انتقال الناس كلها كانت بتستخدمها وكانت بتستخدم الإنرجي ستورج تكنولوجي. كان الجو سبحان الله كل حاجة الإنسان كان بيحاول يخترعها أو بيحاول يديفلوبها على أساس إنها تكون تكنولوجي هي أصلا يا إما موجودة في اسم الإنسان يا إما موجودة في الطبيعة اللي حواليه خلقها الله سبحانه وتعالى. طيب كل اللي شايف بتاعت التكنولوجي دي أثرت علينا إحنا وأقتصر عليكم هتأثر عليكم في طريقة الشغل بتاعكم و how you think about your future job. طيب ايه التأثيرات اللي بتحصل؟ الـ future job فيها ثلاث أوامر مؤثرة كبيرة. أول حاجة الـ solar survivor
Industrial Revolution 4.0. وده اللي بياخد المستقبل اللي انت بتفكر على تصميمها في المستقبل ايه هتبقى شكلها عامل ازاي. حاجه ثانيه الجلوباليزيشن او العالميه. وثالث حاجه بيبول لايف ستايل. عايز اقول لكم ان كل الحاجات اللي بتاثر على التغيير according to the recent research by World Economic Forum ان الفيوتشر جوبس بتتغير نتيجه تو مين ريزنز. وده اللي حتى بنشوفه دلوقتي. اول حاجه بيبول موبايل انترنت وكلاود تكنولوجي. وثاني حاجه ذا تشينج اوف ذا نيتشر اوف ذا وورك. طبيعة الشغل الناس ما بقتش عايزة تشتغل خلاص 8 ساعات اسمه تقولي نور من الساعة كذا للساعة كذا تشتغل. دلوقتي بقى الناس تشتغل في نفس الأمر أو ما تشتغلش حتى إنها تروح مكان الشغل نفسه ممكن تشتغل من البيت أو فروم فيرتشوال أوفيس. أنا فاكر لما 5 سنين كده كان عندي مدير عايش على المدينة ما كانش بيروح المكتب كان بس عنده هيز أوفيس في البيت وكان حتى أولادي بيقولوا هو بابا ما بيروحش الشغل ليه؟ هو بيشتغل بس هو بيشتغل دايما من البيت وبقى عنده وقت اكتر يقدر يقعد مع اهله والفاميلي بتاعه. برضه في كونسيبت تاني السواق اللي بيشتغل على اوبر. ممكن السواق اللي بيشتغل على اوبر ده اكتر حاجه مفيده بالنسبه له مش نفس الدخل. الفلكسبيليتي انه يقدر يشتغل في الوقت اللي هو عايزه. ودس كل اللي جه ده من غير كل التكنولوجيا اللي انت بتتكلم عنها. طب هتسالوني في التغييرات الكتيره اللي احنا شايفينها واللي بيحصل انتوا كسيلف سيريز او لسه بتفكروا تحطوا لهم انمي او تطلعوا انمي جامعه ايه الشغلانات اللي انتوا ممكن تعملوها؟ قبل ما ارد على السؤال ده هقول لكم رقمين. اول رقم 50% من الجوبز اللي موجوده دلوقتي will be replaced by robots in 2030 يعني بعد تقريبا 12 سنه من دلوقتي. This is good حاجه كويسه حاجه وحشه الله اعلم. تاني حاجة يا رب فيك الوقت رقم تاني 65% من الشغلانات اللي الناس دلوقتي 65% من الناس اللي موجودة دلوقتي في البرايمري اديوكيشن أو في التعليم الأساسي لما يتخرجوا ويقولوا لك أنت وركينج في جوبس ووظائف مش موجودة أصلا وي دونت نو واتس نيم. وعلى فكرة الكلام ده مش اختراع وحصل أنا ربيت الناس. انا لما اتخرجت من 10 سنين ما كانش في حاجه اسمها artificial intelligence programmer jobs ما كانش موجود. ما كانش في حاجه اسمها blockchain developer شغلانه دي ما كانش موجود. ما فيش حاجه اسمها data science ما كانش موجود. وفي نفس الوقت بيوتيوب امباكت ده بقى في شغلانات ثانيه بتختفي مش حاجه موجوده. وانتوا اكيد لاحظتوه ممكن الريسنتلي حتى لاحظتوا ان هو ما بقاش في شغلانه اسمها مقصر كهرباء. It is decay. الكونسال اللي كان بياخد التكت في الفراغ على الفراغ ده ترون ريسيكي شغلانه من الشغل. طب نعمل ايه؟ اهم حاجه يو فوكس اون يور بيرسونال سيلز السيلز بتاعتك انت لان نو ون نوز يور وات از يور فيوتشر جروب فور مي محدش عارف شغلانتك اللي انت هتتخرج عليه هتبقى شغلها عامل ازاي. ذا كلوزنج ثينج اي ونت تو سي تو يو انه يور فيوتشر جروب your future job is in the hands of the people who are keeping it in the way. هم دول الناس اللي بتديهم شغلانه في المستقبل. فحاولوا تفكروا انكم تبقوا ناس منهم وdon't think about the children او your future job without thinking about your own personal success. انتوا في عصر جديد في عصر تكنولوجي رائع فرصه كبيره and I hope you are prepared for the future ان شاء الله.